عافاك الله يا يونس. لم يتبقى حطب للتقطيع يا شيخي. إن هذا حسن. من الآن فصاعدا سوف تجمع الحطب لتكيتنا يا يونس. خذ الفأس في يدك، اذهب إلى أكداغ، حملهم وتعال لنوقد بهم موقدنا. كما تأمر يا شيخي. يا يونس، أعطني هذه الفأس. يظن الإنسان أنه الوحيد الذي يملك روحاً. دستور يا شيخي. تفضل يا قاسم. لا تحزن يا قاسم، ليس في وسعنا أن نفعل شيئا للحي أو للميت. آمنا يا شيخي، معك حق، ولكن واحد في السجن والآخر في القبر. وأفكر ثم أفكر وأقول يا ليتك يا قاسم لم تسمح له بمعاداة شيخنا، ففي النهاية السيد قريب وكان بإمكاني منع هذا. والذي جرى له كان واضح السبب. إن الذي يعادينا ليكن الله في عونه. اتركه يظهر للعالم ويكن سعيدا. الله هو الذي يستر عاقبة المؤمنين. أظن أنها ستدفن بعد الصلاة يا شيخي. رحمها الله. آمين.
قاسم بني، أريد منذ الآن أن تكون مهمة خدمة ضيوف التكية على عاتق السيد يونس. هل بدا لكم أي تقصير مني يا شيخي؟ منذ زمن بعيد وعينا الشيخ لا تقدران على الرؤية يا قاسم، وإن حصل ورأتا فسيكون وقتها العيب في من رأت. اطلب وتمنى يا ابن أختي. قل يا خالي، نحن نريد أن نبسط مقامنا ونريد أن نوجه الشعب في مقامنا الخاص. قل يا ولدي واطلب ما تشاء، فيبسط أرغون جاندار أغلو الدنيا تحت قدمي ابن أخته وليكن له ما يشاء. قل يا بني، أنا أريد أن أنشئ تكية خاصة بي، يلزمني مكان خاص بي، يلزمني دكان، أملاك معفية من كل ضرائب. أوه.
السلام عليكم يا أبا بكر الصديق، اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم يا عمر الفاروق. السلام عليكم يا عثمان ذا النورين، اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم يا علي. صلي على سيدنا محمد. هذه ساحة الحقيقة يا يونس. رأينا في هذه الساحة نملة أزالت فيلا وطرحته أرضا أيضا. إذا كنا نحن أمة حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتبع طريقه ونكون مثل الإمام علي بالنية والاستقامة، طالما أننا جميعنا أتباعه فيجب أن تؤدي طرقنا إليه. الحبة للحبة والحبة الأخيرة للإمام يا يونس. لا تنسى يا يونس، جميع الطرق التي لا توصل إلى حضرة الإمام علي تنتهي مسدودة، وطريقنا طريق يصل إلى النبي وسيدنا علي يا يونس. هيا بنا سوف نعود. لما تلفها؟ أتخاف أن تجرحك يا أخي؟ إنه أحد الأسباب. ما السبب الآخر لتربط الفأس هكذا؟ نحن نقوم بجمع الحطب اليابس، لكننا نربطها حتى لا يخاف الشجر الأخضر. إن هذه المرة الأولى التي أسمع أن الشجر يخاف. إنه لا يخاف الفأس، ولكن صاحب الفأس يخشى أن يخوف الشجر الأخضر. أظن أنني فهمت، لذلك نحن لا نقطع الأشجار. بالتأكيد لا نفعل، لأن ذلك سيؤلمها.
كنت صغيرا بحجم لفة الخيطان ولونك كان أبيض. عندما رأيتك المرة الأولى في يد السيد يونس قفز قلبي، أحببتك من النظرة الأولى. إن الله رحيم بخلقه، أنقذك من أنياب ذلك الذئب وتركك الآن بين يدي عبده الرحيم. لم يكن مصادفة لقاؤك بالسيد يونس على الجبل وأنت جريح تنازع. إيه، عندما تنهي طعامك سنذهب إلى المنزل. سيد قاسم، لقد أتيت الآن من السوق. عن إذنك الآن. أليس هذا ثقيلاً؟ دعيني أساعدك. لا شكراً لك سيد قاسم. بجيم سلطان. كيف سأقولها؟ إن في الحلال وحتى من السنة، وإنه أيضاً حضرة نبينا كان قد تزوج وأوصى بالزواج أيضاً، أليس كذلك؟ ما الذي تتحدث عنه سيد قاسم؟ ماذا تقصد؟ إنني أراك أخي الكبير، وهذا الكلام أريد منذ الآن أن تكون مهمة خدمة ضيوف الذكية على عاتق السيد يونس. هل بدا لكم أي تقصير مني يا شيخي؟ منذ زمن بعيد وعينا الشيخ لا تقدران على الرؤية يا قاسم. وإن حصل ورأتا فسيكون وقتها العيب في من رأت. كل طريق ولها نهاية يا قاسم، ونهاية طريقي هنا. قد أتى ساروهان بخبر عن أيوب لشيخنا. ومن أحضره؟ ومن سيسأله؟ لقد اشتقنا للإخوة، مرت شهور ونحن نكاد ننسى ملامحهم. لابد أن هناك خبرا من عليجان، قد كان في فارنا. أين تقع فارنا هذه يا أخي؟ في بلاد البلغار، أعتقد روملي. الحمد لله جميعهم بخير، كانوا في خدمة شيخنا ساري سالتوك. يقال إن عليجان بنى جسرين. ما شاء الله. ما شاء الله. حتى الأهالي المسيحيون كانوا يدعون له عندما يرون الخدمات التي يقدمها. الحمد لله. أخي. ماذا؟ فلتسامحوني،
سيد قاسم؟ إن كان لي أي حق على أحد منكم فقد سامحته. مسامح يا سيد قاسم، لكن ليحفظكم الله. دستور شيخي. تفضل يا آدم. السيد قاسم شيخي جمع أغراضه وقد رحل من التكية. لست صاحب هذا الباب، أنا حارسه يا آدم. أهلاً وسهلاً بالقادم، وليحفظ الله المغادر. الباب للقادم مفتوح وللمغادر مفتوح. أيها الأهالي، فلتسمعوا آخر الأخبار. أيدين أوغلو غازي أورموبي فتح مدينة إزمير وحررها من الكفرة. أيها الأهالي، اسمعوا وعوا، عثمان غازي ابن أرطغرل حرر قلعة كيتا من البيزنطيين وحاصر أيضاً مدينة بورصة من ثلاث جهات. يحيى عثمان غازي، وليجعل الله سيفه قاطعا. يحيى عثمان غازي، وليجعل الله سيفه قاطعا. أليس هذا هو الشيخ قاسم؟ إنه هو، إنه عائد من الحج. عاد حضرة الشيخ من الحج؟
سيد موسى، أحضر لي حصاني، سأذهب لكي أنظر إلى أحوال الناس. قد شرفتم يا شيخي، مر وقت طويل على غيابكم. أهلا بك يا شيخي، شرفتنا. أهلا بكم. أهلا بك يا شيخي. أهلا بك. تفضل شيخي. نحمد الله أنكم عدتم. نحمده على عودتي، ونحمده وإن لم أعد. ليته كان قد أخذ أمانته في المدينة المنورة. لتشرب كأساً واحداً من شرابنا يا شيخ، تفضل. ولما لا؟ هيا يا أحبائي، عودوا إلى أعمالكم الآن، فلا يتخلف أحد عن. معروف أن الإكرام لا يصد، ولكن أفضل شراب شربته كان في حلب، لتعلم ذلك. شراب مالاطيا أفضل شراب مشمش يا شيخي، نهتم لرأي حضرتكم. في يوم من الأيام سنقول إننا شربنا أفضل شراب مشمش وكان في مدينة نالهان. شكرا لك يا شيخي. ضاع المسلمون وباتوا ضلال، وصار الحرام في عرفهم حلال، وقارئ القرآن ما من سامع له، والشيطان في حضنهم دلال بدلال، وسكروا من خمرة الدنيا وعورتها حتى ظنوا اللص ابن حلال. إن جاءهم عالم من حضرة الإيمان يرتد من هول أفعالهم عن ذي الجلال. الطالب يعلم المعلم الآيات، والولد على جده صار يحتال، الفقر هرب من الفقراء لفقرهم، والسادة على قلوبهم اجتمعت الأموال. شيوخ ظنوا أنفسهم رسلا، وهم على قلب الأهالي غمة ووبال. اصمت أيها الغافل الأحمق، اصمت. ما هذا الشعر؟ هذا ليس شعراً، إنما شرك. من أين اختلقت هكذا كلمات مملوءة بأنواع الشرك؟ ماذا قلت؟ شيوخ ظنوا أنفسهم رسلا ولا أعلم ماذا؟ انظر، من سمعنا تحدثنا بشرك في حديثنا؟ إنها كلمات شاعر يا شيخ. هذا ليس شعراً، بل كلمات كافر. لا يمكن أن يكون شعراً. من يمس مقدساتنا أو يتعدى على حرمات شعبه كافر كاذب، ولا يكون اسمه شاعر. ما هو اسم الشاعر؟ من يكون صاحب هذه الكلمات المليئة بالكفر؟ إنه يونس، وهو درويش أيضاً، يجوب القرى والديار، والألسن تحفظ ما ينطق به. وأي درويش هذا الذي يدعى يونس؟ يونس إمر يا شيخي، وهو متصوف درويش، إنه ابننا اللهان، وأيضاً ترعرع وتربى في تكية الشيخ تابتوك إمر. موسى، هيا
خذ الدراويش واسبقوني إلى المنزل، لدي عمل يجب أن أقوم به. شيخي سيد موسى، الطاعة من الأدب، ألم تستمع إلي أو تحترم كلمتي؟ هيا لنرى. Thank you.
دستور شيخي. هل كنت تلاحقني وتجري خلفي؟ اسمح لي أن أقول لك إننا لا نجرؤ على فعل ذلك احتراماً لك شيخي. من المؤكد أنك غضبت من شعر الدرويش الذي سمعته اليوم، لكن قد تحققت من المعلومة من أهالي نليهان. من ماذا قد تحققت؟ من أخبار التكية شيخي. لقد توفي تابتوك إمري منذ حوالي 30 عاماً تقريباً. دعني أخذ عنك شيخي. أستغفر الله شيخي. تذكر، ألا يقول شيخنا إن القلب عرش الخالق يا سيد قاسم؟ البارحة قد دخلت من هذا الباب رافعا أنفك بغرور وتكبر، واليوم تريد أن تعلمنا الدروشة يا سيد يونس؟ ما الفائدة من خلق شجار باسم الحق وقد تفتحت أعيننا على الحق؟ أم يجب أن يمر القاضي يونس في التكية وننحني له، أليس كذلك؟ أستغفر الله يا سيد قاسم. ما معنى أن تقول صلاته لا تقبل منه؟ قلنا من يقوم بكسر القلوب عن قصد فإن صلاته التي يصليها لا تقبل منه. ما دمت لم تتراجع عن كلامك وتصر على الاستمرار بهذا الكفر، فهذا الكلام يعني الكفر والإلحاد بالله.